وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هلا الحملاوي ونتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل اللي بيشوفونا النهارده. اهلا بيكم. نتعرف الاول على جوله مروريه في انحاء الجمهوريه ونبص على الطقس. يلا بينا. اوكي. الاول بنبدا جولتنا المروريه من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو كثافات بسيطه وغير مؤثره. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدايق القادم من الزاويه متجه لفنجري، كذلك الامر على كوبري المطريه القادم من الكابلات. نروح لمحافظة الجيزة عشان نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع الهرم يشهد حاليا كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. وهنكمل في شارع الهرم الرئيسي هنلاقي إن في تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، كثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. كمان في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق والحد العشرين. كمان بتظهر بعض الكثافات المرورية على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات مرورية متحركة، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. وظهرت كمان كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السريات وشارع النيل السياحي. بالنسبة للي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في هناك سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر وتستمر لحد ميدان لبنان. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بنشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية دلوقتي في الإسماعيلية. لو بدأنا من الطريق العام اللي في ميدان ديوان عام المحافظة، هناك طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة بسيطة جدا، وهتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. وبكده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم وده بيزود الإحساس بحرارة الطقس. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم تفاصيل الطقس بس بعد شوية.